صباح الخير غزالتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. لقيتوني لبست وجدت كنتسنى راجلي غنخرجوا نقضيو شي حاجه للدار جديده. غنمشي ناخذ شي كهربائيات للمطبخ الخارجي اللي هو تاع المساعدات، لانه غيجيو يركبوه وخاصهم من الاول ينستاليو الكهربائيات. سالينا داكشي اللي جينا على قباله، ودابا كنتفرج في الماكن ديال القهوه. صراحه روعه، عندهم داكشي اللي باغا اللي كيتبروغراما بالايباد. عندهم هاد لاماك وعندهم دي مارك اخرين، حتى النسبريسو عندهم. مي انا هكا باغا شي حاجه اللي تكون هكا شكلها زوين كلاسيك، و او ميم طون اللي كتبروغراما تقدروا من الايباد تطلبوا اشنو بغيتوا تشربوا، و او ميم طون شكلها زوين بحال هادي هكا شكلها تيحمق. وما بغيتهاش تشد ليا بلاصه كبيره، واخا هي غتكون كدير بزاف الحوايج ولكن بغيتها تكون صغيره. مواصفات تجهيزيه ممكن ضروا تنشوفوا، لان ما باغيش ناخذ شي حاجه دابا بيت نتحول على خاطري. شوفوا شحال كيوت هادو، بيت نتحول لداري عاد ناخذها، ما بغيش نزرب. ديك الزربه ما كتعجبنيش، درتها في داري الاولى زربت، ما جيت نسكن ونستخدمها حتى كنخرج الجديد. شوفوا شوفوا الفي 60 الجمال. عندي زهر في الترايبودز، هذا رابع واحد تناخذو وان شاء الله يكون زوين. جيت ارتاحت شويه ونط ندير ليهم هاد الاكله الكوريه. اليوم الغدا دارتو غير المساعده وطلبت انا الحوت مشوي، مي قلت غندير لهم شي حاجه للعشاء هما باغينها. بولدي باغي الكيمباب، الكيمباب اللي هو بحال السوشي الجابانيز ولكن هو كوري. سهل، المكونات ديالو كانت عندي كامله في الدار، فالسوشي ما كانش عندي مكوناته، ولكن هذا عندي المكونات ديالو، فقلت خلينا نصوبو ليهم لان ولدي تيحماق عليه. صراحه انا وراجلي كلنا كنحماق عليه، ولدي الصغير كيحماق على السوشي، مي كلشي عنده سوشي صغير، يعني حتى لا شاف هذا الكيمباب عنده سوشي، اي حاجه هكا عنده مدوره وتقطع سوشي، كلشي زوين عنده. فان شاء الله من بعد نشارك معكم الطريقه، ولكن حاليا ها انتم راه سهله. اللي كيعرف هذا الكابيج المخلل الكوري كيكون هكا لونو اورانج مقطع الخيار، وغنحط معاه خيزو دايره في زيت السمسم مع شويه جلجلان، ودايره سوتي هكا في المقله. خلاص الروز الياباني طيبته وخلطته مع الخل ديال من يطاب وسال وخليته برد، خلطته مع الخل، الخل ديال الروز ومع شويه جلجلان، وفرشته على اوراق النوري شاريها. هذه اومليت درت فيها البصله خضراء وشويه الملحه، وتديروها رقيقه وتقطعوها هكا طوال، سهله ماهله. وطبعا المكون اللي كيخليه تيحمق هو الهوت دوغ. الهوت دوغ ولكن ماشي اي نوع هوت دوغ، خص الهوت دوغ يكون نوعيه زوينه ويكون مدخن. انا هذا هو اللي كناخذ، انا الهوت دوغ ما كيعجبنيش، ولكن الدراري تيحمقوا عليه، فمره مرات ناخذ ليهم شي حاجه هكا واحد النوعيه اللي كتجي فريش ماشي تاع فريغو، تياكلوها دغيا يعني في ديك الايام نحلها تتكل في يومين، كتجي طعمها مدخن، وكنديرها ليهم غير شويه في المقيله او بعد مرات نسلقوا ليهم، ولكن هذا مع مدخن يستحسن انه في البقيله. صافي وهكا تندوروا. انا راه بالنسبه لي هذا سريع سريع، غير التحضيرات باش توجدوا داكشي اللي غتحطوه لداخل. اما ملي تنجلس دغيا اقل من 10 دقائق سنكون مدوره مروليه السوشي كامل، سواء سوشي سواء كيمباب. داك المخلل اللي لداخل فيه الصفر اللي وريتكم الاول، هذاك اللفت ديالهم ولكن كيكون كبير، وطعمه تيكون حلو واحد الملوحه قليله، ولكن هو اكثر شيء حلو. هذا كيجي كبير الحجم ديالو، اكبر من السوشي، السوشي كيكون صغير، هو تيكون كبير،
ولكن راه طعمه رائع رائع. طبعا لكم الاختيار، تقدروا ديروا لداخل عوض البيض ديروا الطون، تقدروا ديروا الطون والبيض وتحيدوا الهوت دوغ، ما ديروش انتوما اشنو كتحبوا يعني، ولكن هذا هو التراديسيونيل ديالهم، كيدير هكا بالهوت دوغ بالبيض فهمتوا يعني. هما حتى كيفطروا به مع الصباح، تياكلوه في العشية تياكلوه في الليل، فسميتو الكيمباب. فهو هذا واجد، حطيت لهم شوية ديال المخلل هنا، صويا صوص، شوية من داك خيزو سوتي اللي بقى عندي كيجي زوين بنين، وحطيته هكا. وان شاء الله غير نتحول للدار والوصفات جايين بزاف خصوصا الوصفات الاسيويه، انا كنحمق على الماكله الاسيويه. المهم دابا غنعشي الدراري، كنتسنى غير الشوربه تسالي حتى هي، وغنمشو انا وولدي وراجلي للسبيطار باش نديرو تحليل بي سي ار ديال دبي. المهم هذه 10 الليل، جينا باش نديرو بي سي ار الثاني من بعد المجيه من دبي. يلا رجعنا للدار تعيانة، سالينا دغيا بالحق ما تعطلناش، ولكن يدها كانت تقيلة، وصلت لي داك الفحص حتى المخ ديالي. المهم فقت الصباح حسيت براسي ماشي هو هذاك، خديت موعد دابا جيت للطبيب ندير شويه الفحوصات هكا، لان ما كنحسش براسي اوكي. ساليت من الفرماسيان، اوف دابا غدا، ماشي ساليت من الفرماسيان، خديت رقم عطيتهم ورقة تاع الدواء اللي عطاني الطبيب غيوجدوها ليا، وانا غنمشي نجلس شويه في كافي نشرب قهوة، لان شويه زحام في الفرماسيان باش نبقى جالسة وصافي. عرفتو ما قادرش نوقف غدا غير بزز. Thank you. Do you have wipes? Thanks. جيب لي وايبس، غنمسح يدي وحقمتك تبقى تلصق بهاد الضوء. عرفت صوتي كيتسمع ولا لا؟ المهم انا هاد الدانش والكرواسون وداكشي، اي والبيتزا ما عنديش مع التقطاع، كيعذبني التقطاع كنبغي ناكلها هكا. شكون لي بحالي؟ ما عرفتش اش كنجي لهاد السبيطار او المستشفى، كيعجبني نسكا واخا نكون مريضة وما قعدتاش حتى ناخد الدواء، ولا تنبقى نخد سميتي في الدواء نتسناه ونجي هنا، ولا خديت الدواء بكري ما كانش زحام تناخد الدواء وتنجي هنا ناكل شي حاجه ونشرب دوايا عاد نمشي. كيعجبني كيعجبني، كتنسى المرض، تحسي براسك راكي خرجتي بحال فوجتي. ما عرفتش صوتي كيتسمع ولا لا، انا ما نقدرش نغوت، هذا هو الفوليوم الماكسيموم عندي، اكثر من هكا غندير غوت. ما نقدرش يعني، هذا هو الحد ديالي معاكم، غتقولي لي صوتك ما كيتسمعش، هذا جهدي عليكم. المهم انا جالسه كنصور دابا واخد راحتي، علاش كافي خاويه واش فيها تعب يعني، الناس كتدخل كتاخد وكتخرج، هذه انا بغيت. لكن تحت شحال زوينه كنصور على خاطركم. يلا واتسنى، وانا مسالي هذه نرجع لكم. هاد الطبسين ديرونجيني، هاد الطبسين قالك حكا مع كورونا كيعطو الطباسط والتيكوي والمعالق، طبعا خلاص المعالق راه كلشي ولا كيعطي، هادو كيعصبوني وزاد عصبني هذا. شكون اللي بحالي ما كيعجبوش هكا ياكل فهاد الطباسط؟ بدات الدنيا كتحمر. نحدث معاكم هنا يمكن نتلاقاو من بعد. انا درت قهيوه وجلست باش نجمع معاكم، ما بقاش نلعب بيدي حتى كاين شي حد قال لي باش نركزوا معاك ما تلعبيش بيديك، اوكي انا نحطها. المهم شكرا بزاف 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 بزاف
على المساجات ديالكم الزوينين الزوينين ما شاء الله، كمية المساجات الزوينين، الرسائل الزوينين في الانستغرام وفي اليوتيوب، ما شاء الله عليكم. شكرا بزاف 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 صراحة كتحرجوني. باش نتفقوا على واحد القضية، صوتي راه ما نقدرش نعليه اكثر من هكا، راه عليه اكثر من هكا بحال كنغوت، هذا هو صوتي وقبلوا عليا هادشي اللي كاين. المهم كما كتعرفوا في اخر فلوج قلت لكم راه غندير مسابقة، غلطت وقلت جيف اواي، هي راه ماشي بمعنى جيف اواي اللي هو كيديروا، كتكون واحد المجموعه من الناس كيجمعوا الفلوس من عند الناس باش الناس تشارك عند الناس وكيديروا ليهم دي جيف اواي، تليفونات ورحلات وما عرفت شنو وداك الشيء. انا درت غير كهديه ترحيبيه مني للمتابعين، سواء الاوفياء اللي عندي بشحال هذه الصامدين ما شاء الله عليهم، او المتابعين اللي يعني متابعين سمورة اللي جاوا، كهديه ترحيبيه مني لكم، وبغيتكم تختاروها باش ما نختارش انا شي حاجه من عندي مثلا ممكن نتوما ما تعجبكمش، او ما كل واحد راكم عارفين عنده الذوق، واخا انا عارفه كل شيء الناس كيبغوا العبايات، العبايات جاوني عليهم اسئله بزاف على ديك العبايه اللي كنت لابسه، واخا انا ما كانش عاجبني داك اللون، وكيبغوا القنادر ديال هنا اللي هما كيقولوا لهم هنا المخاوير، وكيبغوا طبعا العود البخور وهذا الشيء معروف البنات اش كيبغيو، مي انا قلت يعني باش تختاروا على راحتكم. اليوم جلست وقلت غنختار الرابحين ثلاثه، اوكي حليت البوست اللي قلت لكم غتحطوا عليها تعليق لتحت، تكتبوا فيها التعليق واش منها غنختار، اللي هي البوست تاع العيد اللي هي جو بونس قبل اخر وحده في الانستغرام، قبل اخر بوست حليتها. تعليق هاد اللي جوني هاد الايام على يعني الناس اللي شاركت في الهديه وقالت شنو بغات كانت كثيره بزاف، ملي دخلت تحت من البوست ديال الانستغرام ما كنلقاش بزاف، لانه الناس صيفطوا ليا، انا كان كيجيني في الانستغرام كنشوف وصافي، يعني تنقول راه حطوها يمكن في نفس البوست ما كنلاحظش منين جاني داك الميساج او داك، كاين اللي مصيفط ليا على الخاص في الانستغرام، كاين اللي مصيفط ليا تحت بوست اخر، كاين اللي مصيفط ليا في داك البوست كيما قلت لكم الخاص، الخاص بزاف، كاين اللي مصيفط ليا في اليوتيوب تحت الفيديو هذاك اللي الاخر، كاين اللي مصيفط ليا في الفيديوهات اللي قبل من الاخر، رجع شاف اللي قبل وكتب لي عليهم، كاين اللي كتب لي على الفيديو اللي كانت حاطه سمر الرابط ديالو تحت من القناه ديالها في الفلوج اللي كنت معاها فيه، كاين اللي كتب لي في اليوتيوب كتب لي انا ما عنديش انستغرام، يعني ولات شنقول لكم حريره ملي جيت دابا ها هما، شوف حاطه التي حدايا غنكتب الفائزين، التليفون الاخر كان حدايا صافي حاطه غنكتب، ملي جيت لقيت داكشي فين هو الميساجات، فين هو داكشي اللي كان كيجي، فين هو، سمحوا لي زعما ما قدرتش، داكشي مخربق مخربق مخربق. فصافي يعني بغيت نختار باش نحط شكون الفائز وهذا، باش صافي نبداو الفلوج الجاي ونساليو من المسابقه. مي ما صراحه ما عرفتش، هو الكتاب محطوط، السؤال محطوط، حليت التليفون غنكتب، ما عرفت. كاين الناس اللي كاين الناس اللي كيدخلوا كيقول لك حنا جايين عندك ومرحبا بينا عندك، كاين الناس كيدخلوا غير كيعلقوا كيقول لك شي حاجه زوينه، يعني الميساجات اللي كانت كثيره، فباش ندخل على كل واحد في الخاص ديالو باش نشوف اشنو كتب ليا، راها صعيبه في الانستغرام باش نقلب لكل واحد الخاص ديالو اش كتب ليا، واش شارك في مسابقه، واش باغي يربح، واش كتب، واش قال، صعيبه راه الناس في الانستغرام راه عارفين، باش تقلب على كل واحد في الخاص ديالو بينك وبينه اشنو كتب ليك راه صعيبه، داكشي علاش قلت لكم التعليق كيكون تحت البوست، باش انا نهز ديك البوست نورك على التعاليق ونشوفهم كاملين ونختار منهم، فكيجي اسهل، او مثلا في اليوتيوب تحت من الفيديو سهل باش تلقاي، اما انا يمكن انا اللي غلط مني، يمكن انا اللي قلت لكم في الانستغرام وكاين شي ناس ما عندهمش انستغرام، وانا اصلا الفيديو اللي قايله فيه على هاد الكادو او الهديه اللي غندير او المسابقه كان في اليوتيوب، فكان عليا ندير في اليوتيوب تكتبوا لي التعاليق باش تكون سهله تحت الفيديو، ف ولات حريره ما نكتبش عليكم، شي في الانستغرام تحت البوست، شي تحت بوست اخر، شي في الخاص تاع الانستغرام، شي في تحت الفلوج ديالي،
اللي دويت فيه المسابقه، شي تحت من الفيديو ديال ساموره اللي حطتني فيها معاها فيها معاها فيها فيه معاها تحت منه كانت حاطه واحد الرابط تاع واحد الفيديو ديالي قديم، حتى هو حطوا لي تحت منه، فولا داكشي ما نقولش لكم كثير بلا ما نقول لكم، يعني تخيل نص ساعه وانا كنحاول في الاخر قلت لا هادشي ما غينفعش وما بغيتش نظلم شي حد، وكاين شي ناس قالوا حنا ما عندناش الانستغرام. سو دابا غنسهلها عليكم ونسهلها على راسي، ما نبقاش لعب بيدي اسمحوا لي غنسهلها عليكم وغنسهلها على راسي. سو اشنو غنديروا؟ بحال غنبداو من الاول، دابا هاد الفلوك اللي انا كندير منكم منه دابا اللي غنحاول دابا ندير ليه المونتاج ديالو اليوم باش ينزل لانه كنت شويه مريضه. هاد الفيديو هذا او هاد الفلوك هذا اللي دابا كتشوفوني فيه مني غتسالوا تشوفوه وتساليو غتنزلوا لتحت التعاليق وغديروا تعليق صافي، ومن تما انا غنختار الناس من هاد الفلوك باش ما غنبقاش نمشي للانستغرام الناس كتصيفط لي بعض المرات في الخاص ما كتعرفش اين بوست او كتغلط او ممكن ما عارفينش فين يكتبوا، وباش الناس تاني اللي طلبوني وقالوا لي حنا راه ما عندناش الانستغرام راه عندنا غير اليوتيوب باش حتى هما ما يتقلقوش. سو مادام كلكم عندكم اليوتيوب بلا ما تشوفوا تدخلوا الانستغرام، خليكم في اليوتيوب باش حتى الناس اللي ما عندهمش الانستغرام حتى هما يشاركوا. سو بلا ما نكثر عليكم ندوخكم، تحت من هذا الفلوغ غادي تخليوا لي تعليق، من داك التعليق اللي الناس اللي غنختارهم سواء كتبتوا الكادو سواء ما كتبتوش شنو بغيتوا سواء غير درتوا تعليق، انا مني غنختار غنختار هكا راندوم وغنقول حركت يدي غنختار من هذا الفلوغ وغنقول لكم ان شاء الله الرابح في الفلوغ الجاي وصافي. هذا مكان كنت من الصوت يكون واضح، اوكي شويه باقي كنحشم شويه لان ماشي ديما كندور الكاميرا جهتي ديما كنصور، ولكن يقبلوا عليا ان شاء الله مع المده غنديو على بعضياتنا وبالنسبه لصوتي راه غنحاول نعليه اكثر، واخا دابا ما دايرش الميكرو بالعاده كندير الميكرو صغير ما دايرهش دابا كندوي عادي، ان شاء الله الصوت يكون مزيان ان شاء الله ما نضطرش نعاود التصوير. ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو اليوم، ان شاء الله الفيديوهات الجايه غتكون روعه روعه روعه، وحاطه لكم شي فيديوهات غيكونوا غزالين فعلا غنديكم تغيروا جو معايا. نخليكم على خير، وصلنا لنهايه هذا البلوك، كنتمنى يكون عجبكم، ما تنساوش تابعوني على الانستغرام اللي ديما تنخلي لكم في اخر الفيديو وفي الرابط لتحت. شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف على الميساجات الزوينه على التعاليق الزوينه على كل شيء.